مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شارك الإعلامي رياض بن عمر شراء نفس المشتريات التي سرقت من داخل سيارته، وشارك جمهوره هذه المقاطع. خليت الموبيل تم ما قريتهاش في الباركين، خليتها الناس والضوء عادي. دوكا كي وصلت للدار ما كان لي بابي تاع الموبيل، ما كان هذوك الحوايج اللي شريتهم، ما كان القلعة تاع الريحة تم طوروها كانت هنا. إوا الريحة مازال ما فقنا حوايج واحد زعما على باليش وشنو كان. ردوا بالكم قدام هذيك، دونك فات اتونسيون ليكيب داك لي ماراكم بالكم. سلام خوتي، انا عاود وليت وراني وصيته باش يعاود يعطيني لا ميم كوموند تاع الخطره اللي فاتت. السلام عليكم. سلام الله، وباش ما تقعدش في قلبك وما تبقاش ديهم لي. واش راك خويا؟ صافا عايد وراي واجده كيما الخطره اللي فاتت. حبي يقول كاين غارونتي. شفت كيف هكذا كاين غارونتي؟ ها اللي كاين. لا لا ديتها سبوره. ايه بصح ديتهم سبوره. لا لا ايه أكي سير ديتهم سفورة. لا لا هكذا هكذا. لا لا ديتهم هادو، هادوك سفورة كنا نخيروا فيهم بك. وهادي عاودنا بدلنا، هادي بدلنا لاكولور بارك مايكل جوردن خاوتي. الله واعلى تان يا ربي، إن شاء الله نلبسوه. إن شاء الله إن شاء الله. لا فيس تعاود جبت لا ميم شوز خاوتي هاي ليك. إي ميم في الأزيك ستاند كيف كيف عاود جبت. صراحة ما صبناش. صراحة والله غالب ما صبناش. السلعة شابة تلفت ما تبقى. وري لهم هذه برك خوت عايش باش يشوفوها اكزاكت. هذه حبة واعرة مايك احكي مليح خوت. وش جبت جديد خو؟ لي عرض اعلاناتكم على باخة باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب، واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.